بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، هناك التواصل جميل هنا مع هذه الانطلاقات. أعلام هي صاحبة المركز الأول، صاحبة التوقيت الأجمل، صاحبة العرض المميز. محمد بن سالم بن عوي الشامسي سد دقائق ثانية واحدة بالوفاء والتمام. هانينا والناموس لك يا بن عوي على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز، ما شاء الله تبارك الرحمن. ها شوط الإبكار انتهينا منها، فئة الإبكار انتهينا منها، هنا معانا فئة الجعدان، نتمنى إن شاء الله التوفيق. الشوط الأول الرئيسي لأصحاب السمو الشيوخ، نتمنى إن شاء الله التوفيق. اذهب هناك إلى الصدارة شاهين لمحمد بن المر بن حلوها الكتبي، من يتقدم هذه الجموع النقلة على المركز الثاني. ما شاء الله بنقول هنا شاهين أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الثالث هناك من الجانب الثاني سراب للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بالدبيلة. النقلة على المركز الرابع أيضا هناك من يأتينا شقة للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة، بينما اللي في المركز الرابع غير، هناك اللي في المركز الرابع غير لهجن الدشبة سالم بسعيد مع شاهين. خامس المراكز من يصل في هذه اللحظات محافظ للشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الأغويص في عملية التضمير. النقل على المركز السادس، اللي في المركز السادس من يصل في هذه اللحظات الجميلة، بعيد عني شوي ولكن بتعرف لكي يعطي كل حق حقه هنا في هذا الأداء. اللي في المركز السادس هناك من يصل في هذه اللحظات سراب للشيخ محمد بن راشد بن محمد براد مكتوم وحمد بن خميس بن يمع الغويص. النقلة على المركز السابع ما شاء الله الشامخ سمو الشيخ سعيد بن حمدان براد مكتوم سعيد محمد بن حزيم، بينما اللي في المركز التاسع هنا مروح سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هيل بن مبارك بن مرخان، وفي المركز العاشر والأخير مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وفي عملية تضمير محمد بن سعيد بن حلو. ها هي نتيجتنا أيها الإخوة، ها هو العد الأول للمراكز. يا سلام يا سلام يا 2 كيلومترات قطعناها، المتبقي من عمر هذا الشوط 2 بس، 2 اللي متبقي من عمر هذا الشوط. وأرى هناك المقدمة، أرى المركز الأول ما شاء الله مستوية خبصة في المركز الأول، مستوية خبصة ما بين الشامخ وما بين أيضا هناك اللي يلي سراب، وأيضا هنا يأتي شاهين وبدأ يقترب شاهين. الله يا الشوط الله يا الشوط، إلا أباكم بس شوي، إلا أباكم تركزون هناك عند 500 عند 400 عند 200 بتحدث أمور 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 يا شاهين. في المركز الأول محمد بن المر بن حلوة من يسيطر على مقدمة الشوط. النقلة على المركز الثاني، الله يا سراب الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيل. المركز الثالث هنا يصل في شاهين لهجن الدشباء سالم سعيد. المركز الرابع ما شاء الله شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، محافظ على مستواه وعلى أدائه حتى هذه اللحظات. هنا للشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان الغويص. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز مع هذا الأداء مع هذه الأسامي، حقيقة الراقي الذي دائما يشهد له التاريخ. شاهين ما زال مسيطر، ما زال مسيطر، ما زال محافظ، ما زال في القمة، ما زال على المركز الأول. يبى السلامات إلى أهالي الخوانيج بن حلوة، إلى بن حلوة. يلا يا عبد الله، يلا يا أبو عبد الله، مضمرا لهذا الشعار، مضمرا لهذا الشعار. شاهين
بالمركز الأول لمحمد بن المر من حلوة لكتبي، بينما شاهين يليه ثاني المراكز لهجنة الدشبة سالم سعيد في التضمير النقلة على المركز الثالث. هناك الله يا سراب للشيخ محمد بن راشد، بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بتبيلة المركز الرابع شوي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وهناك في التضمير سعيد بن عبيد الحميري. وصلكم وصلكم بن مرخان، وصل بن مرخان مع مروح، مع مروح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهنا في التضمير سهيل بن مبارك بن مرخان. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، كانت نتيجتنا، كان الأداء الجميل، كان الأداء الأجمل ما شاء الله. بقول التغيير سلام إلى هجنة الدشبة للمرة الثانية، للمرة الثانية على التوالي مسيطرا على المركز الأول شاهين وصامد على مقدمة الشوط. سلام أولا لمقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الداعم لهذا الشعار، الداعم لهذه الرياضة دائما وأبدا، سموه يدعم هذه الرياضة ويدعم هذه العزب الخاصة تانين الناموس. شكرا سالم سعيد في التضمير. هاي لحظات وصول المركز الثاني، هناك اللي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث محمد بن مر بن حلوة، المركز الرابع للشيخ محمد بن راشد، محمد بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. وست دقائق 12 ثانية 53 جزم الثانية، تهانينا والناموس.